أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد. سيداتي وسادتي، نفصل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية العربية الدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدن حسار المياه يتسبب بشحة السمك وارتفاع أسعاره في ميسان. الهيئة عنونت: المعتقلون في السجون الحكومية يواجهون التعذيب المستمر في ظروف احتجاز سيئة. صحيفة القدس العربية نتصفح فيها: بريطانيا القوات الروسية تبعد 25 كيلومترا عن وسط العاصمة الأوكرانية. العربي الجديد نقرأ: هجوم أربيل، لجنة تقصي الحقائق تدحض رواية الحرس الثوري. وول ستريت جورنال عنونت: بعد تأخير مقصود إدارة بايدن توافق على نقل صواريخ باتريوت إلى السعودية. ونواصل القراءة في فاينانشال تايمز: الحرب في أوكرانيا ترفع أسعار الحليب. وأخيرا بلومبرغ: الناتو يبدي حرصا قويا على تجنب الانجرار لحرب مع روسيا. أهلا بكم. مؤشر السعادة العالمي: العراق هو الأكثر حزنا بحسب تقرير الأمم المتحدة، ويعتمد التقرير هذا 6 معايير لقياس السعادة، منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط عمر الفرد وحرية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية والتعليمية وانعدام الفساد وانتشار العدل. بحسب مؤشر السعادة العالمي لعام 2022، فقد أتى العراق في المرتبة 47 من أصل 146 دولة حول العالم، فيما تذيلت الدول العربية المتمثلة باليمن وموريتانيا والأردن ولبنان قائمة مؤشر السعادة. ولعل العراق غالباً ما يتخذ مراتب متأخرة في جميع المؤشرات والمعايير المذكورة، على رأسها مؤشر الفساد والحريات وجودة الصحة والتعليم ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالفساد، جاء العراق في المرتبة 57 في أكثر الدول فساداً وأقلها شفافية من أصل 180 دولة في آخر مؤشر أعلن خلال العام 2021. أما فيما يتعلق بمؤشر جودة التعليم، فلم يحصل العراق حتى على مراتب متدنية في مؤشر دافوس للتعليم عام 2021، وجاء خارج المؤشر تماماً من بين 180 دولة. وعلى صعيد الحرية، صنف العراق بعد عام 2021 ضمن الدول غير الحرة، إذ حاز على المرتبة 29 عالمياً والثامنة عربياً. ولا يستغرب أحمد أمين من مجيء العراق في مرتبة متأخرة بمؤشر السعادة العالمي، بل عد هذه المرتبة متفائلة مقارنة بما يشهده الشعب العراقي، ولا سيما الشباب الذين يمثلون الجزء الأكبر من الشعب. ويستشهد أمين بمشاهد وإحصائيات الشباب العراقيين المهاجرين الذين ما زالوا يحاولون الفرار من البلاد، مشيراً إلى أن أزمة الحدود البيلاروسية ليست بالبعيدة، ومشاهد الشباب والعوائل العراقية العالقة الذين يمثلون النسبة الكبرى من بين جنسيات اللاجئين والهاربين هناك. كل ما يحتاجه الشعب ليكون سعيداً دخل مالي مستمر وجيد، ومخاوف أمنية وضغط أقل، بالتالي حرية أكثر في الحصول على الرفاهية، بالإضافة إلى خدمات حياتية جيدة على أقل تقدير. وعلى ما يبدو أن غياب السعادة في يوميات الشعب العراقي والمواطن العراقي أدى لغياب الحديث عنها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن الأخيرة لا يغيب فيها الحديث والخوض بمختلف المناسبات العالمية. رغم مضي قرابة 4 أشهر على مسرحية الانتخابات العراقية الفاشلة، والتي اعتقد المحتل وعملاؤه كذلك أنهم ضحكوا بها على ذقوننا، سيما وأن نتائجها لم
ولن تغير شيئاً من مآسي العراقيين. تستمر البلاد في مرحلة جديدة من الصراعات السياسية والرفض الشعبي كذلك، كما هو متوقع لما أفرزته تلك العملية من نتائج، ولن يحدث ما تمناه البعض باحتمال حدوث بعض التغييرات في المشهد. استمعوا إلى جزء من مقال للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي نشرته مجلة الجاردينا. مهما كانت أوجه الخطاب السياسي بعد انتهاء الانتخابات لتحديد مسارات العمل الميداني وفتح آفاق لخلق بيئة واسعة في رسم ملامح الحياة السياسية، تبقى الصراعات الحزبية والمصالح الفئوية والارتباطات الخارجية هي التي تتحكم في طبيعة تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وستستمر الأزمات والاختلافات السياسية بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات بعد أن فشلت الأصوات التي تعالت رافضة نتائج الانتخابات والتهديد باستخدام جميع الوسائل ومنها المواجهة المسلحة، حيث تشير الأخبار إلى وجود صفقة لإعادة تسريب قوات من داعش بعد ترتيب عملية إخراجهم من معتقلات الحسكة وتوجههم إلى سنجار في شمال العراق في إعادة لسيناريوهات سبق أن شهدها العراق المحتل في أوقات سابقة. فقد تعودنا على لجوء نظام طهران إلى مثل هكذا خطوات كلما تعرضت ذيوله إلى أوضاع محرجة، وهذا مما يعرض البلاد إلى زيادة حدة التأزم والانفلات الأمني. قد تكون للتحالفات السياسية التي تسبق عملية تشكيل الحكومة وطبيعة تكوينها، قد تكون لها عامل يسهم في تخفيف حالة الاختلاف القائم الآن، خاصة وأن هناك من يعترض ويرى أن مشروعه السياسي قد تلاشى أو تراجع بعد النتائج التي تفاجأ بها. والحكومة القادمة عليها أن تضع في مقدمة برنامجها إصلاح البنية السياسية والمنظومة الاقتصادية ومعالجة الأزمات الاجتماعية وتحسين الحالة المعيشية ومكافحة البطالة وتجارة المخدرات ورفع القدرة المالية للبلاد في مواجهة العجز المالي والديون الخارجية المستحقة. أيها السيدات والسادة، إن نتائج العملية الانتخابية ولن تحدث تغييراً لا في نوعية النواب ولا في تصويب بعض الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي منذ العام 2003، لكن يبدو أن المعادلة الموجودة لن تتغير، بالتالي سوف نعود إلى المربع الأول. وفي كل الأحوال، نجاح أي حكومة يجب أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرادة الشعبية التي ترفض الوجود الإيراني، فلا يمكن تحجيم دور طهران من خلال نفس الطبقة السياسية، بل عن طريق الجبهة الرافضة لها والتي تتشكل من الغالبية العظمى من الشعب. نقرأ في العرب الجديد: انتقدت تركيا العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ورفضت خطوات موسكو بالتدخل في القرن، ودعمت كذلك القرارات الدولية ضد روسيا وحركت بنود اتفاقية مونترو للمضائق، لكنها لم تشارك في قرارات العقوبات الغربية على موسكو ولم تغلق الأجواء أمام حركة الطيران الروسي، وحملت الغرب جزءاً كبيراً من مسؤولية إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التعقيد بسبب ارتباك مواقفه وسياساته في التعامل مع الملف. عن الموقف التركي حول الحرب الروسية ضد أوكرانيا كتب سمير صالحة مقالاً في صحيفة العرب الجديد: مكاسب نجاح تركيا في التوسط بين الروس والأوكرانيين لمساعدتهم على الخروج من ورطة الحرب والذهاب نحو تسوية سياسية ترضي الطرفين لا تعد. كذلك الأمر بالنسبة للدول التي يهمها إفشال جهود تركيا ومنعها من تحقيق أهدافها. الوصول إلى نتيجة مرضية تفتح الأبواب أمام مسار سياسي دبلوماسي في ملف الأزمة الأوكرانية بوساطة تركيا أو تسهيل منها، يعني بقاء حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان على رأس السلطة في تركيا حقبة سياسية إضافية بدعم شعبي واسع يطيح
كل استطلاعات الرأي التي تحدث معظمها عن تراجع أصوات الحزب الحاكم ورئيسه وصعوبة فوزهما في أول انتخابات برلمانية ورئاسية تنتظر البلاد. تسجيل اختراق من الحزب الحاكم وقياداته سيعني أولاً تحطيمه أرقامه القياسية في البقاء على رأس السلطة وإنهاء حلم الأحزاب المعارضة في التغيير وإزاحة أردوغان وحركته، ويخيب ثانياً آمال بعض العواصم التي تنتظر بحماسة تحولاً من هذا النوع. لكن الرئيس التركي لن يتوقف عند ذلك، حتى ولو بدأ بعضهم يردد اسمه مرشحاً لجائزة نوبل للسلام في حال تسجيله هذا الاختراق السياسي الكبير. سيجير أردوغان حتماً إنجازات هذه الخطوة لاستثمارها في التعامل مع ملفات سياسية واقتصادية على خط العلاقة التركية الروسية والتركية الغربية، إلى جانب صناعة تفاهمات إقليمية جديدة بهدف تسوية مشكلات عديدة عالقة ومشاريع استراتيجية متعددة الجوانب والأطراف. سيكون للملف السوري نقطة الضعف التركية اليوم حصة الأسد فيها. هل تستعد المعارضة السورية لسيناريوهات من هذا النوع؟ صراحة تستحق المكاسب المغامرة، وأنقرة لن تتأخر في تفعيل دبلوماسية الاستقبال والتوديع وإبقاء الخط ساخنا مع موسكو وكييف حتى ولو فشلت محاولتها الأولى في مدينة أنطاليا. جاء في عربي 21، يقول الكاتب منير شفيق في مقال بموقع عربي 21، إن قراءة أولية للحرب الدائرة في أوكرانيا قبل أن تبين نتائجها تسمح ولو بمخاطرة بأن نتوقع عالم ما بعد هذه الحرب. ماذا سيحصل؟ وذلك بما هو أبعد من نتائجها على أوكرانيا، فهي حرب من حيث الشكل الظاهري بين روسيا وأوكرانيا، ولكنها في الجوهر هي حرب عالمية هوجاء بين روسيا وأمريكا، مع امتداد روسيا صينيا وامتداد أمريكا وبريطانيا أوروبيا. هذا النظام العالمي والاقتصادي الموازي الذي يخوض الحرب العالمية الآن من خلال روسيا والصين أثناء الحرب في أوكرانيا مرشح لجعل العالم أمام نظامين اقتصاديين يحمي كل منهما قوى عسكرية موازية أيضا، لأن ما من نظام اقتصادي في العالم يمكن أن يقوم إلا بحماية ميزان قوى عسكري، إذ ما من دكان في شارع يمكن أن يفتح ويمارس عمله إلا ويجب أن يكون هناك شرطي أو مسلح يحميه. فكيف بالنسبة لنظام اقتصادي عالمي؟ فما تمتعت به أمريكا من سيطرة احتكارية للدولار وللتبادلات المالية جاء نتيجة انتصارها في الحرب العالمية الثانية وإلقائها قنبلتي ناكازاكي وهيروشيما، وخوضها حرب كوريا وإزاحتها بريطانيا من سدة الزعامة العالمية. ومن هنا فإن ما يمكن توقعه لميزان القوى الجديد الذي سيتشكل في العالم على ضوء نتائج حرب أوكرانيا ونشوء سوق عالمية موازية قد تفرض أمريكا قطيعة تامة عليها وضدها، كما سيفتح الباب لنشوء اقتصاد ثالث بينهما يشق طريقه إلى العالمية بدوره. إن من يدقق في السياسة الأمريكية التي تواجه الحرب في أوكرانيا يلاحظ جيداً أنها تريدها حرباً طويلة الأمد حتى تهزم روسيا فيها، وذلك بغض النظر عما يمكن أن يدفعه شعب أوكرانيا من تكلفة باهظة جداً لا مصلحة له منها أو فيها كذلك، ورئيسه في خدمة أمريكا التي أخذت تصعد مؤخراً ضد روسيا كأنها لا تريد هدنة أو خط رجعة. ننتقل إلى الفاينانشال تايمز
حيث كشفت الصحيفة تفاصيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن المباحثات تشهد تقدما ملحوظا. وقالت الصحيفة البريطانية إن روسيا تخلت بهدوء عن تعهدها بإزالة زيلينسكي وتراجعت عن الاقتراحات بتقسيم البلاد إلى إقطاعيات مدعومة من موسكو، وأوضحت أن روسيا ما تزال متمسكة بالمطالب التي قدمها بوتين في الأيام الأول من الغزو، بما في ذلك دعوة إلى نزع السلاح واعتراف كييف بضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 واستقلال المنطقتين الانفصاليتين اللتين تدعمهما روسيا في دونباس الشرقية. أوكرانيا استبعدت تقديم تنازلات إقليمية لروسيا تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدة أن المفاوضات بشأن المناطق التي استولت عليها موسكو قبل الحرب ستتطلب محادثات منفصلة بين زيلينسكي وبوتين. ونبهت الصحيفة إلى أن الاتفاق المحتمل سيشمل من روسيا إعلان إيقاف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية إلى المواقع التي كانت فيها عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو في 24 من شهر شباط فبراير عام 2022. ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المحادثات لم تسمهما قولهما إنه من المرجح أن تتضمن التسوية تقديم كييف تنازلات رمزية عن طريق حظر مجموعات معينة أو تغيير أسماء الشوارع التي سميت على اسم أنصار أوكرانيين قاتلوا إلى جانب ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. وأضاف أحد الأشخاص لفاينانشال تايمز: روسيا من المرجح أيضاً أن تخفف من مطالب أوكرانيا بجعل اللغة الروسية هي اللغة الرسمية الثانية في البلاد إذا تراجعت كييف عن القوانين التي تحد من استخدامها. ونبهت الصحيفة إلى أن وضع مدينة ماريوبول المحاصرة يعتبر نقطة شائكة رئيسة في المحادثات، لأنها جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من موسكو وفقاً للمصدرين المطلعين. أما في الغارديان نقرأ: قال الكاتب في الشؤون الخارجية لصحيفة الغارديان في مقال إن الدول الغربية تفتقر تماماً إلى استراتيجية طويلة الأمد لهزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار الصحفي إلى أن الأوكران ليسوا بحاجة فقط للدعم العسكري، بل إنهم يحتاجون أيضاً إلى قيادة غربية فاعلة ملهمة لدعم المثل الديمقراطية من خلال استراتيجية ذات خيارات مفتوحة من أجل هزم روسيا في الحرب الأوكرانية. يريد بايدن أن تخسر روسيا وأن ينظر إليها على أنها فاشلة، لكن لا يوجد عمل جريء وحاسم لتحقيق هذه الغاية. نهج الولايات المتحدة هو في الأساس رد فعل وتكتيكي ومنفصل. هل هذا حقاً هو كل ما تقدمه القيادة الأمريكية التي تكره المجازفة هذه الأيام؟ أكثر من ذلك، يحتاج شعب أوكرانيا إلى قيادة غربية فاعلة وملهمة لدعم المثل الديمقراطية، إذ يموت أطفالهم كل يوم بينما يتصرف الناتو كمجتمع يحافظ على نفسه. إنهم بحاجة إلى منفذ وإلى خطة. بعد الكشف عن المقابر الجماعية والمدن المنفجرة في أوكرانيا بمنزلة حرب أبدية جديدة من هذا النوع الذي تعهد بايدن بإنهائه، وبناء على تعليقاته الأخيرة لن يتوقف فلاديمير بوتين عن إطلاق النار في أي وقت قريب، فالتحدث معه عن السلام يشبه استجداء الجزار ليصبح نباتيا. يحتاج الرئيس الأمريكي إلى استراتيجية ذات خيارات مفتوحة. أولاً، يجب أن يتوقف عن طمأنة بوتين بسذاجة أن الحلفاء لن يتدخلوا تحت أي ظرف من الظروف. عدم استفزاز بوتين هو أقرب ما توصلت إليه القوى الغربية في بيان مهمتها. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحدها تقدم ملياري دولار مساعدات عسكرية، فيما تتسبب الأسلحة البريطانية المضادة للدبابات في خسائر فادحة للروس.
يقول الكاتب: لن تكون بريطانيا كما هو الحال حتى في القاعة هذا الأسبوع عندما تفكر أوروبا في أكبر أزمة أمنية ولاجئين منذ عام 1945. وفي خبرنا اليوم: اجتازت السيارة المحلية الصنع التركية اختباراتها بنجاح، وهي اسمها توغ، في ظروف شتوية قاسية تتدنى فيها درجات الحرارة إلى 40 تحت الصفر. وقالت الشركة في حسابها على تويتر إن السيارة المحلية تواصل اختباراتها بنجاح تام في أحد المراكز العالمية المعتمدة للاختبارات. وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي اختارت مجموعة شركة فراسيس توغ، وهي شركة عالمية رائدة، اختارتها شريكا لها في تطوير البطارية التي تعد من المكونات الأساسية في مجموعة منتجات السيارات الكهربائية. وفي كانون الأول ديسمبر 2019 كشفت تركيا عن أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة ستدخل الخدمة خلال 3 سنوات. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.